أهلا وسهلا بالجميع، تكبيس يا أخوان. أهلا وسهلا بالجميع. خلينا ننطر ونتسابق نحن وياه. ما هيئته بده يتسابق. يلا بلاش يطلع الضو. أهلا وسهلا بجميع، تكبيس يا أخوان. اهلا وسهلا بالبي ام دبليو لوفر، يا اهلا. ثانكس على الفولو يا كويا. ثانكس على الفولو يا بي ام دبليو عبود. تانكس على الشير، تكبيس وشيرو يا اخوان.
آه. هذا البورش يطلع حد مين طلع هذا الحايط يلا في بورش فينا نسيبق نحن والبورش يلا بيت الحائط يه 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 شو صاير معه جورج يا بي ام دبليو ضعيف هذا البورش ضعيف او صاير معه شيء السيارة الرائعة الله يخليك يا حبيب القلب يا بسم عجلت مظبوط هون Thank you.
أهلا وسهلا الجميع، أهلا وسهلا الشباب، أنا بمطر. هيدي أسست كورسة. كنا عم نطلع على التشات. مضت عن منك بالسؤال حبيب القلب يا مطر. ضرب فريم ووقف. شو معك بي سي جيمنج وستيرينج ويل وداسات؟ البي سي i5-13600K مع RTX 3070 تريبل 1080p مونيتورز 27 انش وستيرينج ويل اسمه كامس. ايه لبناني عم فك كامس دايركت درايف ويل بيز مع داسات كامس وويل بيز كامس والرم كامس كله كامس. هاتا كنت تعمل سم ريسينج طلع تشات. اسم الله قدام كلفينا، يعني باقي تقول بثلاثة آلاف وشوي بلا البي سي، ثلاثة آلاف وشوي مع البي سي بدأ بالخمسة آلاف. بلشت تتعطل. لا بس انا لعب جراند توريزمو وبسوق هيك انا بسوق هيك عن حقيقة. لا بك تنتبه على حالك.
بس تكون قاعد بالبيت وما معك بنزين. عفاك لازم سمي الستريم هيك نايس ميم. فرجيكم ياها من برا هيك والله صوت. ما اغاني ولا ايه من ولع لي ما بدنا نولع. تانكس على الوردة يا ميل. كنت تسمع ولا غيري شو اللعبة كأنها حقيقة يا خي حبيب القلب يا حسن. هيدي قصته قرصة. تانكس على اللايك. ايوه بي سي يا اخي او في الواقع كان على ال... ايها اجمل لعبة بتحسها كريسينج ودرايفينج جيم. هلا كدرايفينج جيم اسيتو كورسا بتعقد صراحة بس كريسينج صارت اسيتو كورسا اكتر هالايام على البي سي خصوصي خارج مثل ما عم سوق انا يعني ترافيك دريفتينج هيك فور فن. بس فور ريل ريسينج في عندك اي ريسينج في عندك اسيتو كورسا كومبيتيسيوني يعني الجديدة عندك ار فاكتور 2 او كلهم سيمز خارج ريسينج. انا جراند توريزمو كنت العبه وقتها كنت على البلاي ستيشن بس صراحة ما كنت حبه كتير. لعبت الجراند توريزمو سبورت هيتا نروح هون بلك نشوف شو منلاقي. ايه اي نو هورايزون 4 و 5 مش احلى لك يا روي فور ريسينج. لا على هو عم يسأل فور فان. تانكس على الفولو باي ذا واي. تانكس على الفولو يا كيفن. وعمطر على الفولو يا مطر. شو اللعبة هيدي اسيتو كورسا يا كيفن. اكس بوكس ومتعصب للفورزا. ليك جبت الفورزا الجديدة اللي نزلت من شي كم يوم فورزا موتور سبورت 8 طلعت على تويوتا. انا عندي فورزا هورايزون 5 وانا عندي اياها برو. فورزا عالم تاني كتير ريل. السيتو هيدي فيها غير فري ران فيك تقزدر عادي 100% وتشفط او ضروري تكون فيها درفتين. لا فيك تعمل اللي بدك اياه.
دريفتينج، ترافيك درايفينج مثل ما انا عم بعمل هلا، ريسينج حتى فيك تعمل ريسينج عادي، يعني سباقات وكل شيء فيها، كل شيء فورمولا كارز، فورمولا 1 يعني، او اي نوع من الفورمولا 2 3 4. ثانكس على الفولو يا امين. اونلاين هلا انا عم سوق اونلاين، بس بعد ما شفت ولا لعيب. اول دق شفت كم لعيب وهلا بعد ما شفتهم، او كلهم اي اي، بس في لعيبه على السيرفر، في 35 لعيب بس قد ما الماب كبيره اوقات ما بتتلاقوا فيهم. اهلا بسعيد، يا اهلا. صار فولو يا سعيد. تمشي بي سي بي اس او بي سي؟ ايه قصته، في منا على البلاي ستيشن وعلى الاكس بوكس وعلى البي سي، بس اون بلاي ستيشن واكس بوكس ما فيك تعمل اللي انا عم بعمله هلا مثلا، او دي مودز، يعني التراك ما انا موجوده باللعبه، بتنزلها مود، وهيدي فكره الترافيك والاي اي كمان مش موجوده على البلاي ستيشن والاكس بوكس. على البلاي ستيشن والاكس بوكس فيك تعمل دريفتينج، فيك تعمل ريسينج عادي، يعني حلبة بتفوتوا بتسابقوا، فيك تتسلى وتلعب لحالك ضد الكمبيوتر، بس هيدا الشي ما فيك تعمله على البلاي ستيشن ولا على الاكس بوكس. بدي جيب بي سي جيمينج يكون منيح ادابيكال لك، صدق بهالايام رخصوا كتير البيسيات، يعني فيك تجيب ب $500 بي سي مقبول، $600 مقبول. هلا يمكن ما تقدر تلعب على 3 شاشات، بس انه مش كل العالم تلعب على 3 شاشات، فيك تلعب على شاشة واحدة او على تي في او حتى في ار، اذا لو اند في ار هيدسيت بيمشي حالة كمان. هلا مش تحت $800 يا سعيد اذا بدك تروح شي very high end، يعني انا عم بحكي ما بعرف شي 2060 2070 2080، جي بي يو ماشي، سي بي يو مقبول، مثل اللي عندي. ايه انا دفعت حق السي بي يو لحاله شي $350، جبت الاي 5 13 600 كي، هيدا كان اجدد جن، يمكن لهلا بعده اجدد جن، بلش تشتي حبات في مساحات ما علينا. اكس على الفولو يا زياد. عم بقدر شغل الوايبرز. انت كنت تفتح لايف على الفيسبوك كم يونيت؟ لا والله لا. شو سبيكس اللي عندك؟ كل شيء البي سي، المذر بورد بعتقد بي 650، السي بي يو اي 5 13 600 كي، الجي بي يو ار تي اكس 3070، تريبل مونيتور 1080p 27 انش، اي او سي، الويل بيز هي اسمها كامس دايركت درايف ويل بيز. في محل بدك تروح عليه ولا بتسوقه بس؟ هلا ما هي اللعبة اصلا ريسينج، هاو دي موديل، سو ما في محل معين بدي اروح عليه، عم سوق هيك لاتسلى. ان المساحات بالسيتنج بتدور، ايه بعرف بعرف، بس كانه مش محطوطين بالسياره، ما بعرف اذا السياره فيها مساحات شغالين، لانه فيها ضوية بس ما عم يمشوا المساحات.
ثانكس على الفولو شيكوا. ثانكس على الروز يا ابو خالد، ميرسي كتير. الدريفتينج فور ذا ريل اكتر صراحة ما بعتقد يا روي، معظم الدريفترز بالحياة بيحكوك عن اسيتو كورسا. ما بعرف، انا عندي الفورزا هورايزون 5 اصلا ما بعرف اعمل دريفتينج انا، لا بالفورزا ولا بالاسيتو. فرجينا دريفت وحياتك. ما بعرف، انا اصلا ماي مين كيف بيقولوا اكثر شيء بعمل ريسينج انا، وهاو فور فان، بس ماني انتو دريفتينج. بحب الرالي، كان معي انفينيتي انا رزق الله. ايه غير شكل الانفينيتي. ثانكس يا حسن حبيب القلب. بتعرف تسوق هيك بالحياة؟ هلا يمكن بعرف بس ما بسترجع. بلعب Call of Duty، عندي اياها بس ما كتير بلعبها صراحة. يبقى لازم تشوفني وانا بلعب، اتمنى لك التوفيق حبيب القلب يا محمد. ايه شايفك شايفك، كان معدل دريفت وهودي عم تفوتون، انت كنت تفوتون دريفت. انا واو شابو بايا ثانكس على الفولو يا جيسون. لعيبة حقيقية لنتسابق نحن وياه هون ونفرجيكم تقليعات وكذا، بس ما عم لاقي. اقولكم برجع على البيت في اس، ما فيك تعمل مود هيك دخلك. لا ما فيك، خلتنا نرجع على البيت. الا ما نلاقي حدا بالبيتس احنا. ما عم يطلعوا باقيين جوا. بلا هيدا طلع. ها شو السيارة اللي معه؟ نيسان؟ لا 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 لا، بدنا نلحقه قبل ما يبعد. يلا سوبرا يا فيك. فات بالحاجة ناولو رجع على البيت، حتى نرجع على البيت معه. حوا خليه يقطع. انفينيتي هذا لكسس، لكسس سوري مش انفينيتي، 100% لكسس. ما فيك دغري تقول ما قالوا فيها. اذا
إذا غلط أول غلطة. هاي خطورة تلحق حدا عن قريب. وين راح؟ هات نجرب نلحق. يلا عم نقرب عليه. في حصار قدامي. نحو. سيارتي اسرع من سيارة الهيار. اوه في لا في البورش في لعيب تاني. تبرق يا معلم تبرق. طب تعال يلا هديك بعض. فيها دمج ايه اكيد فيها بس هلا مطفينه. وينو يو مش عم يعرف يمشي هذا البورش. كسر حاله البورش ما يلا شبا تانكس على الشير يا شنط. وينو يلا يا خوئزو شبيك يا رجل مشترك سيارة من شره. يا عم البورش فيك طبعا اللكسس كان احسن ايه بس بعد كتير وين ما بدل ايه يه 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 لك شبو نحرق عرضك من واحد يكون شي ولد صغير بالكاميرا مع المسكة او شي هيك. في لعيب تاني وينو هيدا لعيب هات نلعب نحن وياه. يلا روح معه دوتش بطيئة يا دوتش ما هيطلع له معي حرام. لا والله مش بطيئة ابدا منيحة. أحسن من البورش بكتير. باي باي. حواد وراي
شباب. بس تكون معرّب كتير عليه بتبطل تقش على الطريق. اوتش 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 اخ سكرت الطريق. بلا عندي شفتر بس هالسيارة تبترونيك. يلا يا حو ناطرني مزوي والله. بيلعب كنا كسرنا حالنا نحن وياه. تانكس على الوردة يا شادي. اهلا بالرئيس شادي على القلب. فيها بقى السيارة بالصوت. كيفك يا شادي؟ مشتاقين والله. كسر علي ايه ما لازم اتزق فيه كتير. 100% بدي لحق على ستريم وبدي لحق على الزلمة. تانكس على الكادويات يا شباب. تانكس يا عطوي على الجيفتس وعلى الفولو وعلى الشير. يلا انطروا تعال نطلع لفوق. يلا بيت في برا والله حمسني. ايه والله شي بيحمس. ليش وقفت الموسيقى تخرب؟ Thank you.
اشوف اذا بيقدر يلحقنا. في صوت مساحات بس المساحات مش ماشيين. عم بلا ليك الشتي عم بزيح الشاشة بس لكن المساحة مش مبينة. تعال اجيب غيرها اذا فيك. ايه حلوة الفوتة. ثانكس. وين وين راح؟ بعد ورا. يلا يا حوجي شو عم سوق؟ بي ام دبليو ام 4 يمكن؟ بس ما بعرف ام 4 اي 60 مش اكيد. يلا يا حوار. حتى نضوي الفلاشر. ام 5 ايه معقول. يا معلم فات فيي بمصير وقف. يلا بلاش تتعتم حبيب القلب. اي والله فخامة. يه يه شفت فيي الـ AI. هذا التويوتا اللي ورا. هيك مش عم بزيحوا. يلا جيتك. زحطت على الماي. وينو؟ ثانكس على الفولو يا شباب. شو هالضوء اللي علي؟ هيدا بروجيكتور، هيدا مش ضوء. ثانكس على الفولو يا محمد ويا هوب. جرب لنا الفورمولا هون على هالطراد. بدي جرب لك الفورمولا. يلا قطعنا عنه. زرق حاله. ما بيقدر ينطر دغري بفوت فيه.
لا في عزة على فكرة، نهار تنام بالليل. لك لا يا رجل، ترى ما تدرس منيح هيدي. هيك بيصير الاكسيدون يا شباب، بتتكسروا. وين راح؟ نزل لتحت. يلا يا حوجي، كم ساعات ونص على طريق المطار ما تقول لي. والله يعني I know your pain، انا بعرف فيهم هول عجيت اوقات كمان. ونوة روق يا عمي روق، عم نظبط الموسيقى. يا 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 شو صار؟ وينه؟ صار قدام. قطع سكرت على حظي. ثانكس على فولو يا حسين. فولو يا ايمن، في لعيب بعد قدامنا. وينو فحد؟ طلعت السيارة بحياة الله. سبقناه بكتير، بعده ورا. ثانكس على الكيوب يا شادي. اسم اللعبة السبتو كورسا يا زكريا. يلا هات لنعمل سحبة سرعة. ثانكس على الفولو يا شخص. شو يعني حط فونك؟ What do you mean؟ Music؟310 كيلومتر بالساعة، 315، 320 كيلومتر بالساعة. لا 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 دعانا، كيف نكزتو؟
يلا هلا بنحط لك يا تكرم عينك كريستيانو رونالدو 7. هو البيتس ها؟ هون في لعيب فيها فريمين يا رب اسمع حتى كسرناها هذا غير واحد هيتو لأنه بيعرف يسوق والله سريع على البورش 320 كيلومتر بالساعة يا أخوين 330 كيلومتر بالساعة هذا بلاير هل بي ام دبليو او في اربع بلايرز هون وهيدا بلاير البي ام دبليو الصفرة كمان كل الشباب فاتوا ببعض هيكم على كونفو 3 بي ام دبليو وحده بورش بورش غيم ثانكس على الفولو يا روان وبيقطع عنه من الخارج يلا رح نلحقه للبورش هلا بكسر حاله طلعنا لفوق وبقى تحت لا هولي طلعوا وراي البي ام اوه نايس دريفت البي ام الوراي شكله شفر حواشي وراي اخ 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 شو صار؟ يلا روح يي انكسر انكسر دولابه وينو؟ هذا البي ام الاصفر شوفير
اوتش. ما بعرف سوق من برا. يا سيارتي اهو. طاير طاير الاخ. بعد وراي اوت. اي 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 اي. طب خلص خلص ما بدي الان. هذا وراي. نزل لتحت. اه والله بيعرفها للماب. انا ما بعرفه. عم بجرب يعمل دريفت على الاوتوستراد. اوه نايس والله شوفر. كيف وقفت معه بشرفك؟ اه كمان فات بالسيارات. اوكي عم يتفنن على الستريم الاخ. ايه بيسوق. صبناه بالعين. Just overtake already. لا I'm behind him on purpose. I want to follow him to have some fun. Thanks, I'll follow you, Ahmad. اي كسرناها. قلنا لكم ما قلنا فيهم هالقصص. راحوا دويتا. لا بعده. كله من وراك يا مطر. كسرنا البي ام دبليو. قد ايه بتسوى هيك بي ام دبليو اليوم؟ فوق ال 100,000 ولا مش هلال؟ ثانكس يا حبيب. بيت بالخير. طيب هيدا وقف. انا شو بعمل؟ مستحيل. كيف تعملوا دريفت انتو ما بعرف. هيك نجرب نعمل دريفت.
تغرب تبرو. Thanks for follow يا كاندي. Thanks for the ice cream candy. Come on. لا يا برو انصار فولو يا كينج. Follow ya Joe. Oh ya organista, follow, thanks. Ma tarak rafraf, ma tarak tomponi. Ana bjarb aamel between madaq bihada ad ma fihi. كبير كتير الخريطة كذا كيلومتر شي 40 يمكن. كيف قطع هالقطع؟ Forty-four. Thanks for the follow. Thanks for the share, banker. And for the follow. فات في الاخ. Thanks على الشير يا حبيب. طيب يا برو يا برو ما بيضرب فريم هيدا؟ كل ما بضرب فريم بفوت فيي. شو عنده مشكلة مع الفريم هيدا؟ هيدا الحق علي. وقف التويوتا وقف التويوتا. روح لقلك شو رح اعمل. طريق ضايقة كتير. هاي سيزار
تمام. انت كيف؟ صراحة كتير حلوة السيارة يا سيزار، يعني فريماتها قوية والهاندلينج تبعها روعة، غير السيارة بدها تعذبنا كتير. فات فيي طبعا. زاحل جيب سك في سوبرا في اللي بدكن، يلا شوية ما نغير هذا، وقف الباب. اوه يلا رح نطلع وفرجيكم شو في السيارات وانتو ناقوا. علقت فورمولا، ما بعتقد فيها برو على هالسيرفر فورمولا. ليك السيرفر مثلا هلا شوف، فرجيكم شو في السيارات، في الام 3 اي 92 ام 340 سيتي 5، هيدي كاديلاك يعني هوندا سيفيك تايب ار اذا بدكم، 63 اي ام جي في، ما في على السيرفر شيك، هات اشوف لكم غير سيرفر اذا في. جي تي ار نزمو، حلو الجي تي ار، اس يو في بتتحداني، لامبورغيني ام 3 اي 92 بليز. بشوف لكم شو في السيارات، عم نشوف كل السيرفرز. C63 مين طلب C63؟ هات لنجرب شوي المرسيدس. محبي المرسيدس حرام، ما فينا كل الوقت بي ام دبليو كمان. جي تي ار يلا من بعد هيدي تكرم عينك، احلى جي تي ار. ثانكس على الروزز يا مصطفى، ميرسي كتير، 26 وحده، ثانكس يا مان. إذا أنت تركتين بطلت تحبين، إن شاء الله تكون سواقتها حلوة هالمرسيدس يا مصطفى. بعتقد بالحقيقة سواقتها كتير حلوة. حتى نفرجيكم إياها من برا، صوتها غير شكل.
الهاندلينج تبعه مش حلو قد البي ام صراحة، اتليست باللعبة. هلا بالحقيقة بعتقد شي كتير حلو، صوت على الفاضي، فريزة بطيئة. لو عم نحكي مع تشات منين اجا هيدا؟ طلع على الجسر، هات نجرب نلحقه. تنشوف على الكويع شو وضعه. بس صوته مخيف. فريماتها ضعاف شوي. يلا في بلاير قدامنا، روح لنجرب نلحقه. يحو لا ولو لا 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 وينو يحو وراي كمان. يلا ثانكس على الشير يا محمد. لا لا فريماتها بالمرة. هلا انا لازم غير طريقة سواقتي، صير اضرب فريم بكير. البي ام دبليو صراحة مخيفة كانت، فريماتها مخيفين. يس يا روي انا بغيره كيف ما بدي. لك 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 من امتين بدي اضرب فريم. شو معه السيارة هيدا؟ هوندا؟ ايه هوندا تايب ار. انسى الفريمات ما عندي، كيف بدي اقطع الكاميون؟ برا ما هيدا لندا. هات لننطرو غير السيارة سيفيك. روقوا روقوا من سوق شوي، ما تكونوا هالقد. بلا بهدلة. لا لا بلشوا الشباب البي ام دبليو يتمنيكوا على شباب المرسيدس، فيها زبزبة. طب لو يا حلو صوت رائع. اوه هذا فات بالحال. الله معه حبيبي يا مكرم. فولو يا بي
جي تي ار نزمه من بعد هالسيارة. تكرم عينك سوبرا، تكرم عينك. اذا بلاقي السوبرا يلا منسوق هاي شوي، بعد من بعدها جي تي ار ومن بعدها سوبرا. وينو هذا؟ يلا هات لنظهر. يلا وين الجي تي ار؟ ثانية بس نلاقي لكم جي تي ار. ما بدك ما تكون مأقودة. هاد لهلا ما لقيت جي تي ار. هات لنرجع نطلع. اس مأخودة، في وحدة بس. ما عم نلاقي. كلهم مأخذين. قلت لفرجيكم اياها على الستريم. ها هون مفول، هيدا ما فيه جي تي ار، هيدا ما فيه. هات لنجرب التايب ار وتكرم عينكم من بعد الجي تي ار، بركي بتكون فضيت شي وحدة. حلاوة. زعلتك والله. يلا من بعدها. لا شبه هالهوندا روعة. والله لا خد بالطار. أمونا يا بنت الجار. أيوة رايت هاند درايف. ومانيوال كمان، ما تقولوا لي مش حلوة. هات لنسألكم شوية مانيوال. مية وعشرين. او ماي جاد. لك انا عم غير فيتاس على الويل، نسيت انه عم سوق فيتاس. هذا لانه رايت هاند درايف، غير قياسات كليا. فكرت حالي عم بقطع حد الحائط، قلنا خطنا بالحائط. طيب روق روق روق. بيلعن عرضك. مش صعبة بس بدك وقت لتتعود له، تبقى جاي من غير سيارة. يا الله
عم بيطلع لي اي اي ما عم بخلوني ابرم. تفضل. مش معقول. هذا بوقف على هيك لبنانية الشباب. لك يا الله مش عم بعرف لا يا ساتر. فكر حالي قطع من حده. بطلع فيه. بطلع عم فوت فيه. يه 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 يه. يا عم شبوه هيدا الاي اي. خلاص بدنا نركز. لا هيدا بلاير ورانا لا. الويل كم ستايركت درايف ويل بيز. مع الرم تبعه. بعدني ما بدك وقت لتتعود لها يا ساتر. ثانكس على الفولو يا اندي. ممكن كاميرا خارجية تكرم عينك. ثانية بس تخفف شوي الفوز فيدباك كتير قوية. شو بتشبه السوبارو من ورا 100%. لكن الاودي ما في غير الاودي محمل على الونش. اهانة للاودي هيدي على بلاطة. ما عم نقدر نقطع. يلا خلص مش رح اقعد انطر. روقت انا ارجع عالبيتس نجرب مرة اخرى. اوه الشباب شو عم يعملوا الفرشات. قديه بتلف اذا بدي العبها مثلك؟ بتكلف صراحة. فيك تعملها بشي كتير بادجت اقل. يعني فيك تجيب لوجيتك G29. انا كان عندي لوجيتك G29 قبل هيدا الويل.
شاشة واحدة مش ضروري 3 شاشات، يعني بده يكون عندك بي سي. اللوجيتك اعتبر حقه شي $200 $300 ماكسيموم، وشاشة وفيك تلعبها وبتشتري اللعبة. اللعبة اسمها ستو كورسو، عاملين عليها سيل، بيضلوا يعملوا عليها سيل. هيدا بلاير، هات انا الحق. كيف قطع هيدا وانا لاحقه على الاميانة؟ عندي كل شي، انا بس عم بحكي عن اللعبة قديه بتكلف مع مودر. اللعبة ماشي، يعني فيك تجيبها ب$10 ماكسيموم، $10 اون سيل الالتيميت اديشن. يا جماعة كل شي في السيارات باللعبة، والمودز بتنزلهم فور فري، او كلهم فور فري المودز. Thanks for the follow to do 2111. يا الله، لا خلص مش ماشي حالي، نيت ضروري سوق شي. عملتش من مش ظابطة هيك، ضل نفوت بالسيارات. جي تي ار، يلا ايه اذا لقينا جي تي ار تكرم عينكم. هون ما في جي تي ار، وهيدا ما فيه جي تي ار، وهيدا ما فيه جي تي ار، وهيدا ما فيه، وهيدا ما فيه، وهيدا ما فيه. بورش ما بتمشي يا شباب، في بورشات قد ما بدكم ومانيول. ايه كانت افيلبل، حدا اخدها بشرفكم ولو. ثانكس على الفولو يا زياد، اخدين ايه كله مأخوذ. يلا رح ضل جرب تركم لاقيه. ليش عم يتشقلب السيرفرات هيك؟ شي بضيع. طب عم تنقل بيناتهم، بنط السيرفر لفوق بينزل لتحت حسب ما عمله سورتينج. حتى عمله سورتينج باي نيم وهيك ببطل يتغير. يو اس يوروب، اوكي. ما فيني زمو، ما فيني زمو. هاي نزمه، بس حيكون البينج عالي، بس يلا ما بيأثر لأنه السيرفر بأستراليا. إن شاء الله نقدر نلعب. I could watch this for hours. Thanks يا حبيب، حبيب القلب. Hopefully you play it with me sometime, not only watch. تنسى الروز تبترونيك ولا مانيول؟ لا، وز بادلز 6 جيرز وز بادلز سوبرا. بس كل شي اي بلانت فور تار. ليه؟ شو اللي صار؟ قصدك سرقة البنوكي وكذا؟ فيكي يا بيكانتا تكرم عينك. ما في حدا على السيرفر الهيئة. مبلا في 25. من ورا الأزمة وهالقصص ونور. اف بس الهاندلنج تبعها بالمرة. الفويس حلوة، الساوند. ضروري اشتري الالتيميت اديشن تلعب مثلك. هلا most of the time لا، بس احسن تشتريها، ما بتفرق كتير بالسعر، بس تكون اون سيل وبيطلع لك كل شيء في السيارات. يعني يمكن مثلا هاي نيسان هي بالالتيميت اديشن مش موجودة بالعادية،
هو افضل اذا بتشتري الالتيميت. ايه اوف 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 وين هالبلايرز؟ طلعنا من البت ما في حدا. %50 $40؟ لولو غالية مش معقول. انا كنت جيب شي $10 $15 $20 ماكسيموم. اوف فاجأتني صراحة. اسم اللعبة أسيتو كورسا. هلا المشي هون عملت شمال it's like cheating يعني لأنه الطريق بتضل فاتحة no fun so خلينا نبتون شوي. تحلك كأنه الموسم شتي الشجرات كلهم تلج حبات. ليه وقفت الموسيقى يا عم؟ ليش عم توقف الموسيقى؟ خارج الدريفت شكلها هون. ايه هات لنجرب بس ما تضحكوا علي. هلا دريفت على السحبة ما بتزبط بدنا كويع. Thank you. يوقف ايه بده يعمل مشكل هالصيف. ايه هيدي اسيتو كورس. مرحبا فريمات. دوج تشارجر عفاك نفس الستايل تقريبا بس اكيد اسرع بس بالوزن وبالهاندلينج. شوفي تحت هات لنشوف. اه ما في شي نرجع نطلع من تاني معه. والله ما بيكون عندهم اياها. شو هي اللي ما عندهم اياها؟ Seriously?
هلا برو، اذا عندي روح على محل جيمنج هيك عنده ستيرينج ويل وثلاث شاشات بقدر العب معك اونلاين. اكيد اذا عنده اسيتو كورسا وعنده المودز ومنزلهم وفيك تفوت على السيرفر، اكيد ليش لا. جيم اذا ستو كورسا يا ولد، بس بتوصل لمرحلة تزهق. We can change maps، حتى فرجيكم غير maps. هات لشوف شو عندي maps. LAC انا بحبها كتير. عندي السيارات. يلا نقوا BMW، مازدا، نيسان. يمكن ان شاء الله ما يكون اي درفتنج سيرفر، اما في حدا غير عليه بس حتى افرجيكم الماب حلو. يلا هات ناخد السوبرا القديم. كل الشباب بدها بي ام دبليو. اهلا وسهلا بالجميع، تكبيس يا اخوان، فولو لايكس، ما بدو مين يوصيكم. اف وليل كمان. شكلنا درفت السيارات. كسرنا لكم اياها للسوبرا. خيي ما حرق عرضه صعبة اللي درفته له، والله صعبة. الماب حلوة بالنهار يا أمريكا، هيدي في لوس أنجلوس، مش هاي السوبرا أصلا. عارف برو بدك تضل فريميد تسيطر عليها، ما تفلت الديركسيون أولك. يلا I will try. جايين أكو هلا أول بس إذا بضرب فريميد. ما بتضرب؟ بنزين مش هرقد. زتت من دون فريمين هيد. كوسا. اي والله
كوسة وباذنجان. أو هي السيارة مش للدريفت، أو أنا ما بعرف أعمل دريفت. وقعد بالوادي، روقي 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 روقي. لا سبيكانتو هون قديه بتفتح؟ ما بعرف مش مجربه. لا طيب ليه رجع الديركسيون برم لحاله؟ دعانا كانت منيحة. انا بشوفهم هنا عم يعملوا دريفت، بيفلتوا الويل وبيتركوه لحاله يبرم ولا لا؟ بدي اكسر بالعكس، ما هي لحالها عم ترد بالعكس وترجع تفوت بالهايت. شايف هي لحالها بترد. مش للدرفت 100%. خليكم لنشوف شو في سيرفر يكون فيهم لعيبة. شو بدكم نسوق؟ وصلناهم كلهم. نجرب شي جديد. فورمولا بقلي بعده بقلي فورمولا. اودي ار 8 يقبرني الله، انا كثير بحب الار 8 على فكره. ثانكس على الروز يا سوينكي. شو بعت لي سوينكي؟ ما فهمت. بدك فيني دريفت بالليل كمان؟ عفاك بدي اعمل دريفت بالليل وانا بالنهار ما بعرف اعمل. في ماكلارن، ها ماكلارن ها. مطر عم تصعب لي الاوبشنز كتير. حتى نشوف هالمكلارن شو وضعه. كمان بالليل اوف اوف وكيف سدني. اوه عم تزحط عشتي كتير على فكرة. السوقتها هتكون حلوة عشتي. كابسة الدنيا مظبوط، الأرض كلها أضرب من طريق المطار، بس على قليلة فيها ABS. Thanks على الفولو يا حقا.
هيدا بلاير، هيدا بلاير معه لامبو. يلا يلا نجرب نحاول نتسلى شوي. يلا روح روح روح. شو بو هيدا؟ يلا روح يا رجل. لا 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 يلا هديناها. خايف ماي افك عم بجزر صاحبته. عن جد عم بجزر صاحبته. هات لشوف هون. يي هات هات لنتسلى نضحك عليه. يي فات بالحيط وعم بجزر. رجع البيت كيف بتشتب الطنل انت؟ شو عرفك ياما؟ ما هيدا عم بنش عم بروح ماي. ما هي الشتي كمان اتس مود يا مطار على فكرة. الشتي ما في باسيتو كورسا الشتي اساسا. هيدا كله اللي عم تشوفه مودي. هيدا الفا روميو ها؟ اني الفا وركود خلفه. وهيدا الحقنا الالفا روميو. عم نقشع شي بس في صعوبة بالفيزيبيليتي. اوه وانا لحقته عالداسة. وين هو راح؟ وينو؟ حلوة على الفا روميو. عجل وين طالع هيدا الجلاء؟ عم فكرته طالع على الجسر. روح يلا روح. انا سيارتي اسرع بالمبدا. هو فات بالحائط. رواق بهيك خلص بيقتل. رواق. شو بدك اعمل مان؟ بصرخ ولادي نايمين ما في على الصوت كتير. هذا مثل تونيل المطار يا مطار. كمان بيروح ماي وكذا. بس بتشتب التونيل اكتر ما عم تشتب برا. عم يا الله عم بتطلع بتشاد. طهينا. والله انا كنت فايق جيران على صريخي وسب. انا عم بمنع حالي انزل على السيارة. ايه لا لا دخيلك ما تنزل. نو هذي مولز 100% يا شرب. شو بو هيدا ليش واقف؟ نعم في بلاير وراي. هات لننطره. سابق ما فكرت ترابق. راح. والله اللعبة looks very nice بالشتي والليل على فكرة.
حدا ملاحظ الجرافيكس قد ايه مبينين حلو. طب بعد 12 اوه واحدة الا ثلاث صارت. يلا على الوحدة بنوقف. عندك ذكروه. تكروه حلوة على فكرة. ايه بعرف بعرف انها حلوة مش عارفة. طب يا الله شوف درفت فيها كتير ريل وصوت السيارة. اه والله هات لنجرب غير سيارة. ليه عم تعمل هيك؟ سستو المنتو يقبرني الله. هات لنجرب بس ما حبيت الترافيك بهالسيرفرز السيرفرز على فكرة. السيرفرز اللي كنا فيهم قبل الترافيك فيهم احلى بكتير. بدنا نرجع نلاقيهم بس. اي ام جي يا علي يلا اذا بلاي اي ام جي تكرم عينا مأخوذة. ليك مأخوذين هون وهون مأخوذين. في ولا اي ام جي موجودة. في منا على الفيس فور. شو هي؟ اه عم تصل عن غير شي. اوكي هيدا يا ام جي. اه في حدا اخذها بس كبست عليها. حتى انا اخذ ال 458 ايطالي. And now
خايف يضاوب. هذا صب، هذا لامبو حضنا. بدنا نطفي التراكشن كنترول لنقدر نشفط فيها هيدا. كيف فتنا فيها هيدا؟ فول سبيد مايكل شو ما خليني اجرب شغلة بس. او شوفولي هيك، بتحبوا تشوفوا هيك شي ولا مش حلو؟ روق لقلك شو بدي اعملكم. تاني علي شوفولي هيك حلو. شو يا شباب، ما اعطيتونا رايكم بهالفيو؟ عم نجبركم تبرموا التليفون وتحضروا بالعرض، بس بتشعوا فيو احلى بعتقد.
السينما يوتيوب، اعتبر حالك عم تحضر فيديو يوتيوب. بدنا فورزا اذا عندك اياها. صراحة عندي اياها كراك، ماني شاريها. نزلت كراك تجربها وما كتير لعبتها. حبيب القلب يا مطر، ثانك يو. استفدنا في هذا. ايه والله انا والله ما صرت. اي جعانة، يه يه جينا تحت. هيدا عالشتف يا اندر ستير. ايه عربشنا عليه لترلي. ما بتكوعش هالفراري.
ياه عم بتطلع بتشد. طب زيح زيح من وراي. اوتش ثانكس على الشير يا محمد. كم تطلع على اليمين؟ في بلايرز على اليمين. في بلايرز اعطيني خط يا حن. كيف بدنا نوصل اعطيني مهل؟ يلا منا اخر سيارة منوقف. صارت واحدة يلا. لنبلش في بي ام دبليو ما نخلص في بي ام دبليو. هيدي صاروخ هيدي صاروخ. بتلفت يمين شمال وتهز بشعر الحرير. اتحمل قلبي الصغير اي والله دوخني كثير. خسر الميال احلى صبيب شوف بوجع خجلها وخوفها. يلا هات لنفرجيكم اياها. نطنشوا نطنشوا
انا فيكي دليل الاحساس في قلبي بناديكي لو بيدي بتصديكي في خلينا احس ان الحياه اوف 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 يلا جاي بلايرز ورانا طبش حاله لا والله هديها حتى نسمع صوتها دوك شو بو هيدا كيف ما بتطلع فيه بلاقيه برا Oh my God, 330, 340, 350. خلص ما بتقعدش بتوقف. Ouch. اخ اخ هادي فيك تلعب على الVR ايه اكيد في يلعب على الVR تانكس على لايك يا عمر بدنا 3 نيو فولورز يا شباب تصير معنا 50 نيو فولور اليوم بالستريم يلا 3 نيو فولورز يا شباب مين بعد ما عمل فولو بالفولفو بتعرف شو يعني نفوت بالفولفو
يعني اتكسرت البي ام، صارت بخبر كم. هاي ما احلى الرواق. اوفر صعب اندلنج اي اكس سبيد. برافو، ثانكس يا مان. اوه هات لنا نقطع الكون تحته ايضا، شوفوا شو راح يصير. الله يا الله، هات لنا نعملها. تفرجوا هيدي Fast and the Furious. جرحنا مرياتنا. اخ قول الله، صار الله. سوري، هيك احلى ولا بالعرض احلى؟
ولا شيء. بنسوق على الطريقة اللبنانية، بفوت هيك بطيزك بمرياتك وبصير يغمز، وإذا كتير كتير مقبع معه بصير يزمر. بتعرف شو بعد ناقصك لتصير شوفير بي ام دبليو اصلي؟ على فكرة انا ما معي بي ام دبليو بالحقيقة ولا بسوق بي ام دبليو، بس شو بدك بعد لتصير شوفير بي ام دبليو مظبوط؟ انا لانه بيقهروني كتير على الطرقات بس كون ماشي ورا بي ام دبليو، اذا زكي بتقفره. هلا انا شوفير بي ام، بسألي شو مان شوفيريت البي ام دبليو بيعملوا لي اعصاب على الطبات، بيعملوا لي اعصاب، يعني بحس بدي اوقف صف انزل احمل له سيارته اقطع الطبه وارجع انزلها بقول له خلصنا منك، بيبقى ماشي كل الطريق انه هو يابا هو المسرع والشوفير بيوصل على طبه هيك بصير بده يقطع على سرعه 5، عرفت كيف؟ هيك تيك 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 تيك، ما بعرف بخافوا على سيارتهم، بفكروا ما فيها سسبنشن، بفكروا ما فيها اموتسورات، ما بعرف، بس شي بيموتني. والله عنا معاناة بدق. لا برو لا، ما خص البدق، ما انا بسوق تويوتا سيليكا واطي كتير كمان، وما ببطئ على على الطبات هيك، بقطعهم عادي بب 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 انه عادي. طيب بتلاقي شوفير البي ام دبليو على الشارع يوقف ينزل يحملها ويقطعها. انا طبيت بقطع عرض بدق معي. هلا ايه يمكن اذا البادي تبعك كتير سبور ما بعرف شو بيقولولن واطي كتير ايه بصير بدق بالارض، بس لا انا عم بحكيك حيالله بي ام، حيالله حتى بي ام عادية بوي نيو بوي، حيالله بي ام بدري اللي عنده مشكلة مع الطبيب رح بيع من ورا هاي. في مثل للبي ام بيقول على الاوتوستراد والعيني مع الطب دلعني، ولعني ودلعني، اول مرة بسمع في هذا القول المأسور. هلا اذا هلا انت اخترعته يعني.
هذا الصوت شو؟ في صوت الدوليب؟ لا أربعة مت بحياتي مغير سو بعرف أخباره. أربعة بأمات؟ أوكي. شو جايب أي أربعة بأمات؟ في صوت؟ مثل صوت الهواء أو صوت الدوليب؟ طبعا جد كيف المقطع؟ تفضل اخر شي ببطل فيك تنطر وبرضه بتفوت فيهم. تكبيس وفولو يا اخوان، بعد بدنا 3 فولورز تصير عنا 50 فولور جداد الليلة. يلا يا شباب ما تحرمونا من الفولو. ثانكس على الفولو يا وسيم، كلك ذوق. عيونك احلى فولو حبيب القلب. جنبه طلع على الستريم وتشات فتنا بالظلم. تانكس على الشير يا جلبير. لازم اوقف صراحة، بكرة عندي شغل، صارت واحدة وتلت. ان شاء الله كان عزاؤكم هالستريم، ان شاء الله حبيته. بركي مرت الجاي اذا الله راد لازم نجرب تراك جديد. هيدا التراك اللي فيه خضار وجبال وكذا مفروض يكون شي حلو. في تراك الجي تي اي اذا ماني غلطان، جي تي اي سان اندرياس. معلم بس سؤال. ايه اهلا وسهلا، تفضل. تانكس على الجفتس يا حبيب،
كان لك ذوق يا اخي. اسم اللعبة أسيتو كورسا بس مودد اون بي سي، يعني هو القصص ما بتشوفهم لا على البلاي ستيشن ولا على الاكس بوكس، بده يكون عندك بي سي وتعمل له مودينج. في جايدز قد ما بدك اونلاين، يوتيوب وغير يوتيوب، تنزل على التليفون. لا لا والله مستحيل. هلا اكيد في قصص بتشبهها على التليفون، عم شوف كتير في قصص بس هيدي لا. طيب بدنا لعبة تنزل على التليفون. Thanks for the roses I'm Mr. DJ. بدك لعبة تنزل على التليفون هلا مثل هي مثل هي. في لعبة على التليفون انا كتير بحبها، سواقة او سيارات، وسبق اسمها Real Racing 3، صارت قديمة شوي بس واحدة من احلى الالعاب فعلا. بس ما مثل هاي، يعني مش ترافيك وتسوق وكذا، لا ريسينج، هيدي من تراك لتراك وبتسوق بعدة سيارات وعدة كاتيجوريز وكذا. رد علي بالعربي. ايه اهلا وسهلا مستر دي جي، برد عليك بالعربي. بس اسمك مستر دي جي، انا قلت بركي اجنبي، معلش بس تكتب لي اسمك اذا في وحدة. اخ فتنا بالحيط نحن عم نطلع. ريل ريسينج 3، خليني اجرب اكتب لك اسمه. يلا في حدا وراي؟ لا. ريل ريسينج 3 بعتقد اسمه. في كتير، اذا بدك جوجل حط games like Assetto Corsa on Android او on iOS حسب شو معك تليفون وشوف شو بيطلع لك. في واحدة مثل اللي معي الا ما يكون في driving games وترافيك وكذا، اكيد في بس انا ما بعرفهم صراحة. هيدي الري ريسينج اللي عمل لك عنها لانه كنت العبها بالزمانات، شي كتير حلو بس ريسينج. انت بدك درايفنج جيم يعني او ترافيك جيم او شي من هالنوع، فوت على جوجل حط ترافيك جيم اون سمارت فون او شي هيك الا ما تلاقي شي. ترافيك جيم، اكتب ترافيك ترافيك مثل ما كتب لك اياها جيلبير، بدك تكتبها بالانجلش اكيد كمان. ترافيك جيم او كروزنج جيم. عم انسخ نسخة وحطهم. ايه مش مشكل، موفق. ان شاء الله بتلاقي شي بيعزوك. انا بحب صوت السيارات، بعشق شي اسمه سيارات. ايه بتلاقي كتير اشياء حلوة، في كتير اشياء حلوة على التليفون. طيب يا اخوان انا رح ودعكم،
وراح لكم شكرا كثير على كل واحد شاهدني وحضرني وعمل لايك وعمل فولو وعمل شير. ممنونكم، انا منشوفكم اذا الله راد بالستريم اللي جاي، ان شاء الله يكون شيء حلو ومميز. انطرونا وتابعونا، ولكم منا شكرا كبير، و good night وليلة سعيدة. باي باي.